بين العمل والتسوق يقضي أهالي مدينة حماة أيام شهر رمضان، فالناس يقصدون الأسواق لشراء حاجياتهم، وعلى رأسها الحلويات والمشروبات التي اعتاد الأهالي أن يزينوا بها موائد الإفطار في الشهر الكريم. رمضان من زمان وعندنا بحماة كثير مميز له وضع له ترتيب خاص، يعني من بيز رمضان بسهراته وبروحاته، يعني بتلاقي صلة الرحم برمضان إلى ترتيب تاني غير شكل، يعني كاسة السوس بعد المغرب أو كاسة الجلاب إلى ترتيب تاني، إلى حياة تاني، بيجيك بقى إذا مشكل الحلويات والأمور هي كلها، والحمد لله رب العالمين. نحن نحب نقدم الوردات الشامية برمضان، ومنحب نقدم كمان العسملية هي بتنعحشها قشطة عربية على البارد، وفي عندنا كمان النمورة بالقشطة العربية، شغلات رمضانية قديمة لهلا كل سنة بتتجدد، بس بتتغير فيها البرستيج تبعيتها. رمضان كريم، رمضان له أجواءه له أكلاته الخاصة، الحلويات والمعجنات، وأحد الأكلات هي المعروك اللي لابد منه يعني بعد الإفطار أو على السحور. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم علينا وعليكم. أجواء رمضان كتير كويسة والحمد لله رب العالمين، الله يديمها علينا، وعندنا أكلات رمضان الأشطلية والكنافة والعوامة والقطائف، وعندنا كل الأكلات الطيبة. شهر رمضان شهر خير وبركة بهالبلد، يعني الشعب بشكل عام أنه بيحتفلوا بالحلويات الرمضانية، له حلويات مميزة، له أصناف مميزة، حلويات رمضانية مميزة بشكل عام، له نكهة خاصة. مشروب رمضان مثل ما أنك شايف يعني مشروب أساسي على السفرة الرمضانية، خاصة شراب السوس اللي هو يعني الأساسي والقديم، في بالإضافة لمشروب التمر هندي والجلاب. رغم ارتفاع الأسعار يبقى لشهر رمضان مكانة خاصة لدى أبناء مدينة حماة، كيف لا وهو شهر البركة الذي تسود فيه مظاهر الخير والمودة. من مدينة حماة، حسام الشاب، الإخبارية.